انطلقت صبيحة اليوم أولى رحلات الخطوط الجوية الجزائرية المتجهة نحو باريزا انطلاقاً من المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولية، لتليها رحلات نحو البلدان الأخرى بصفة تدريجية ابتداءً من الأسبوع المقبل. كما كان مبرمج مع الشركة لتسيير المطارات تاع الجزائر، اتفقنا بأن نبدأ يعني الرحلات يوم الاثنين هذا، الرحلات المتجهة إلى باريس. الاثنين المقبل إن شاء الله الرحلات المتجهة إلى فرنسا، والاثنين اللي من بعده جميع الرحلات الدولية. المسافرون من جهتهم ثمنوا هذا الإنجاز، خاصة وأنه يتسم بالمعايير الدولية، مطالبين بالمحافظة على هذا المكسب من خلال تقديم خدمة نوعية للزبون على مختلف الأصعدة. أنا عجبني هذا الأيروبور، هذا يا كبير مليح، ماذا بيا يكون سويفي. حاجة شابة، الله يبارك، ما عندنا ما نقوله، وإن شاء الله لونتروتيان يكون توجور هكذا. مقارنة مع المطارات الدولية هو في مقياس المطارات الأخرى العالمية، ولكن هناك بعض النقائص. فمثلا الواحد كيجي يدخل على داخل المطار واش لازم يكون بيلوت باش يدخل ديبوز مينيت، دونك لازم ينحيو لنا هذوك العراقيل تاع لي باراج مع الدخله ومنه. ولتسهيل حركه التنقل من والى المطار وضواحيه، تدعم المطار بمحطه جديده للنقل بالسكك الحديديه لنقل الزبائن عبر الخط الرابط بين المطار ومحطه اغا بوسط العاصمه. هنا رانا على متن اول رحله اللي راح تنطلق من محطه القطار بالمطار الدولي هو ريبومدين الى محطه اغا بقلب العاصمه. الرحلة تستغرق 19 دقيقة على مسافة 18 كيلومتر، سير ان ترونسون دو 18 كيلومتر. الرحلة ما عندها حتى ولا توقف، إذا هي رحلة سريعة من محطة القطار الدولي إلى محطة أغا. عكس ذلك في الإياب عنده توقف في محطة باب زوار. إذا السعر المحدد لهذه الرحلة هو ب 80 دينار للأكابر والكبار، و 40 دينار للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 سنوات و 12 سنة. تدعم مطار الجزائر بمحطة جديدة للمسافرين وفق المعايير العالمية، وخط للنقل بالسكك الحديدية، وآخر للمترو في القريب العاجل، من شأنه تسهيل تنقلات المواطنين من وإلى هذه المنشأة في أحسن الظروف وبأسعار معقولة.